نسعد اليوم باحتضان هذا اللقاء العلمي الفكري التفاعلي حول كتاب الأستاذ الصحفي المقتدر مشعيد حمراوي، كتاب الوحدة الترابية قضية المغرب الأولى. أولا تخليدا لذكرى المسيرة الخضراء المضفرة، من باب الحرص على تثبيت قيم المواطنة لدى الطلبة ولدى الباحثين ولدى الأساتذة والأطر الإدارية والتربوية بهذه المؤسسة الجامعية التي تنتمي إلى جامعة الحسن الثاني أي كلية الأدب العلوم الإنسانية عين الشق، وأيضا في إطار الاحتفال بالذكرى 40 لتأسيس هذه الكلية سنة 1981-2021. وسيشارك إن شاء الله في هذا اللقاء العلمي المتميز ثلة من الأساتذة الجامعيين والأساتذة الصحفيين من مختلف المؤسسات والهيئات، وكذلك معنا الأستاذ الصحفي السناديري، وكذلك الأستاذ الدفري أستاذ التاريخ المعاصر بالكلية، وكذلك الأستاذ عطاء الله الأزمي أستاذ أيضا التعليم العالي بمركز مهام التربية والتكوين بجهة سطات الدار البيضاء، وكذلك هذه الندوة العلمية سيسيرها زميلنا الأستاذ حسن حبيبي، وهو أستاذ جامعي بهذه الكلية ومنسق الإجازة المهنية الصحافة والإعلام وماستر الصحافة الاستقصاء. ونتمنى إن شاء الله النجاح والتوفيق لإشغال هذا اللقاء العلمي الذي نعتزه ونفتخر به، وخاصة أوجه تحية شكر وتقدير لزميلنا الأستاذ مشعيد حمراوي الذي شرفنا بحضوره لتقديم هذا الكتاب المتميز الذي جاء في وقته الحمد لله، ونحن في هذه الأيام نحتفل بهذه الذكرى المجيدة، ذكرى المسيرة المضفرة، المسيرة الخضراء.